صباح الخير عليكم، مرحبا بكم. كما فهمتكم البارح قلت لكم هاني وليت بصح بالعقل بالعقل، وليت ليكم بهذا الكاطو ساهل ماهل تاع كل يوم. يعني ديروه القهوة تاع العشية ولا توجدوه في الليل للصباح، يجي موسكوتشو يعني مشرب بالدانات ان كلاصاجو شوكولا، وكي يجي مشرب يجي طري، يعني ما يحصلش كيما نقولوا تاكلوه فاسيلمون. وينتكلكم ديسير العشيه، بسم الله جوزو تشوفوا المقادير هنا. الفوتو نخدموا شربات، كاين اللي مثلا ما يحبش بزاف كاطو حلو، هو ما يجيش حلو بزاف بزاف، بصح اللي ما يحبش يقدر يبدل هذا الشربات بحليب ولا قهوه حليب، قهوه حليب سخونه ولا تخدموها وتخلوها تبرد. المهم لازم لكم كاس، انا طيبتها بالشربات عادي، الشربات نكهوها بمن تحبوا، زوج كيسان ماء وكاس سكر. نروحوا للبيض، هنا نعزلوا الاصفر على الابيض، عندنا 4 حبات بيض، البيض وحده والصفر وحده كيما راكو تشوفوا. عندنا كاس نتاع السكر، هنا الكاس نتاعي فيه 200 غرام، يعني نقسم نص نديرو مع البياض نطلعو موغانك، وبيان سيغ ما تنساوش قرصة الملح، ضربو حتى يولينا بياض يعني ثلج ولا بلون ناج، بصح هاكا شتو يجي مشدود باسكو قسمنا السكر بينو وبين الصفر. فوالا دونك طلعناه ونخلوه بجيه، ما تفوتوش في الصفر طلعوه، الابيض معليش تخلطولو الصفر، بصح الصفر الى واسيتوه بليتو الى مسيتو الصفر وروحتو البيض ما يطلعش، هاكو قاع تعرفو هذا يعني الحاجه. ذاك السكر الثاني درتو مع الصفر، زدت عليه هنا لافاني كوم بالشوكولا، درنا لافاني اللي يحب مثلا يخليه بيض ولا يديرو بالقارص، ولا اللي يحب القول اللي يحب، هنايا انا نعطيكم الطريقه. ومن بعد عندنا نص كاس نتاع الزيت، الزيت ديروها غير بالعقل يعني اونفيلي بالعقل، ديروا وطربوا، وانتم كي تضربوا ذاك الصفر حتى يبيض لكم ويتنفخ كيما راكو تشوفوا هكا، باش الحلوه تاعكم تجيكم خفيفه. كملوا هذاك نص كاس زيت نتاعكم حوالي 100 ملليلتر ولا اقل. فوالا هنايا نطلعوه ثاني كيف كيف دائما بالباتور. عندي 4 كاس نتاع نص كاس كيف كيف نتاع نتاع الحليب، سمحوا لي نص كاس زيت ونص كاس حليب، ونبدا نضرب غير بالعقل ونزيدو غير بشويه. من بعد عندنا دانات، دانات كو شوكولا انا اللي عندي، درت باطه هنايا ونزيد عليهم مغرف ونص نتاع الكاكاو. انتم والحلاوه تاع الحلوه تاعكم، حبيتو مسكوتشو يجيكم حلو ولا تحبوه شويه يعني، باسكو ما تنساوش بلي راح نكلاصيوه بالشيكولا باش ما يجيش حلو بزاف، وهذه هي كل واحد والذوق تاعو. نضرب كامل الخليط، ومن بعد هنا نزيد له كاس نتاع فارينه، الكاس الاولاني درتو، نزيد عليه باكي نتاع الخميره فوالا، ونزيدو النص. حبيتوها هبطه شويه اكتفيو بالباكي، حبيتوها مليحه ولا حبيتو تكبروا يعني الكونتيتي يعني تجيكم سنيوه شويه كبيره، ديروا باكي ونص يخرج لكم يعني عالي مليح، ما تنساوش كي تشربوه راح يزيد يتنفخ، دونك نتوما ديروه في سنيوه شويه كبيره نقولوا لي عندها العيال. فوالا هكا خلطوا الكاس الاولاني وحده قبل مع ذاك المزيج نتاع البيض والزيت والحليب، ومن بعد نزيدو هنايا الكاس الثاني، وانتوما عينكم ميزانكم. فوالا دونك يعني ماشي نقولوا ابوبخي مي هاكو تعرفوا. المهم كي نزيد هذاك الكاس نتاع الفارينه نشوف هنايا، دوك نبدا نحرك فيه لاباط تجي محكومه شويه، ما تنساوش بلي هاوليك راح نزيد لهذاك البياض بيض اللي طلعته في الاول، دونك مهما كان الا جاكم تقيل شويه راح يخفف البياض، حاولوا برك ما تكسروش، هو راح يعاونكم باش يجيكم خفيف. شوفوا لا كونسيستانس يعني موسكوتشو عادي شويه تقيل، هذا ما كان. فوالا نشدو هنا بلاطو، حبيتوه مدور كاري يعني اللي عندكم، ديروا له الزبده كيما راكو تشوفوا، انا في صندوق الوصف نخلي لكم لي ميزور نتاوعو.
دونك ندير الفارينه يعني جو شوميز باش ما تلصقليش الخبزه تاعي، واللي يخاف يفرش له البابيي. دونك هنايا راكو تشوفوا فرغت المزيج، راكو تشوفوا ما عقد ما يعني خفيف بزاف. شعلت الفور تاعي 180 درجه ونقص له. هذا ما كان يعني ساهل ماهل، خبزة مسكوتشو عادية سهلة مليحة في أي وقت تاكلوها، وسختو دوك مع الصيف البرودة جهة الخمسة الواحد افيك ان فيغ دو جو ولا ياكلها ما وحدها تنجز باسكو تجي مشربة. هكذا نديرها طيب حوالي 25 30 35 انتوما والكوشة تاعكم. المهم بيكوها تشوفوها خرجت ناشفة خلاص. هذيك الشربات تكون باردة وهو سخون. انا لايمت لي كاس، هاك شفتو كاس طيب كيما راكو، انا ما درت له والو، درت له شويه لافاني كي طفيت له، ومن بعد شربت الخبزه تاعي. خلوها تبرد، نروحوا للكلاصاج هذاك اللي شفتوه من الفوق. عندي طابليطا شيكولا تاع 100 غرام، انا نحب شوكولا اولي، تحبوا نوار كيما تحبوا نتوما. ذوبتها شويه برك في الميكرووند وزدت عليها زوج بايط دانات. مام لي ما يحبش قول شوكولا يقدر يبدل دانات كاغامال، يعني هذا كاع يولي ليكم الذوق. كيما نقولو كل واحد واش يحب. انا ديموليت هذاك الخبزه تاعي، خليتها حتى شربت كامل السيرو هذاك، وفوالا حبيت نحيها. هذه هي دوك نديرها في الطبسي كيما يقولو لاسيت دو سيرفيس باش نبريزونتيها لكم. نقلبها تمتم، الا شتو ما شربتش كامل شربتها يعني نقصوا داك اللي يخرج من نومن. استووها وضرب ورموا عليها هذاك الخليط تاع الشوكولا. سي تان تري بون غلاساج، يعني هايل هذا الكلاصاج وبنين، ما يجيش مر. كاين بزاف اللي ما يحبوش، يعني انا شخصيا ما نحبش الكاطو تاع الشوكولا، مي ذقتو جاني هايل. فوالا دونك سيوه ان شاء الله يعجبكم، وخاصه اللي عندها دراري. فوالا هذا واش نحوسو في الصيف، ما نحوسوش ماكله يعني ثقيله ولا وعره ولا ما مالكوشه باش تشعلوها مع السخانه تجيكم يعني ثقيله. دونك هذا فيت في فوالا، هذا واش نحوسو. والزواق يولي ليكم، انا شديت شوكولا فيغميسال شبحت به، يعني واش كان عندي في الدار وشنو خلوه يبرد. ماذا بيكم زعه زوج، يعني قد ما برد قد ما يولي شباب. قطعت لكم مرسو هنايا جا مشرب جهايل، يعني ما يخنقش كيما يقولوا، ما يحصلش. فوالا هذه هي، نقول لكم يعطيكم الصحة اللي تبعتوني، تبقوا على خير إلى وصفات ما خير.